محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطور العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك سيد سركيس، وسأبدأ الآن، يعني هل هناك تغيير على خارطة الارتفاع والانخفاض للعملات مقابل الدولار؟ صباح الخير. بالفعل منذ قليل صدرت بعض الأنباء الجديدة التي أعطت أسواق المالية بعض الراحة، وهذه الأنباء أشارت إلى أن روسيا قامت بسحب البعض من قواتها عن الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب في انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات خلال الساعة الماضية. الانخفاض في الدولار الأمريكي سببه حقيقة أن الدولار الأمريكي يتم استخدامه كملاذ آمن وعملة تصفية للمراكز المالية. خلال الجلسة الأسيوية هذا اليوم شهدنا ارتفاع في الدولار الأمريكي، انخفاض في عديد من مؤشرات الأسهم الأسيوية، لكن بعدما صدرت هذه الأنباء التي أعطت بعض الراحة للأسواق المالية شهدنا عودة الانخفاض في الدولار وارتفاع في شهية المخاطرة والتوجه لأسواق الأسهم، مما دفع لليورو للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. الجنيه الاسترليني أيضا يرتفع مقابل الدولار الأمريكي والين الياباني، وهذا الأمر يعطي النظرة الأولية إلى أن الأسواق المالية حاليا تراقب أي مستجدات بخصوص التوترات الجيوسياسية ما بين أوكرانيا وروسيا. من جهة أخرى، الأسواق المالية اليوم تنتظر بيانات تسمى بيانات مؤشر أسعار المنتجين، وهي بيانات تضخمية مسبقة، حيث أن الفدرالي الأمريكي يراقب وبشكل متمعن أي ملاحظات وأي بيانات اقتصادية بخصوص التضخم، وبالتالي هذا اليوم نحن ننتظر هذه البيانات التي من المتوقع أن تشير إلى ارتفاع الأسعار عند أبواب المصانع على المنتجين بمقدار نصف نقطة مئوية، وهذا الارتفاع يظهر بأن معدلات التضخم في الولايات المتحدة قد تبقى مرتفعة. فلذلك رغم انخفاض الدولار الأمريكي اليوم بسبب الأنباء حول التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، لكن على المدى الأبعد يراقب المتداولون المستجدات من الفدرالي الأمريكي وتوقعات رفع الفائدة، مع انتظارنا اليوم لبيانات اقتصادية مهمة، ويوم غد الأربعاء محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. نعم سيد نزار، يعني هنا عندما نتحدث عن محضر اجتماع أو اجتماع الفدرالي الأمريكي، إلى أي حد هناك نية لرفع أسعار الفائدة بشكل عام، خاصة بأنه كان هناك تضارب بالتصريحات، تحدث الفدرالي الأمريكي عن رفع متتالي للفائدة، ومن ثم يعني كان هناك حديث عن احتمالية تأجيل رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام؟ كما نعلم هنالك عدة أعضاء مصوتون في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، فحتى لو اتجه بعضهم إلى المطالبة بالتأني برفع الفائدة، لكن نلاحظ بأن الأغلبية العظمى تؤيد رفع الفائدة، وهذا ما يعطي انطباع بأننا سنشهد على الأرجح الشهر المقبل رفع الفائدة. وهنا أعود إلى تصريحات من جيمس بولارد التي أشارت، وهو عضو في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي أشار بأنه داعم لرفع الفائدة، وأيضا عدة أعضاء آخرين من الفدرالي الأمريكي يؤيدون وبقوة رفع الفائدة ابتداء من الشهر المقبل. هنالك توقعات برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 40 عاما. فلا شك بأن الفدرالي الأمريكي يجب الآن أن يبدأ بالتدخل في الاقتصاد لمنع المزيد من الارتفاع في التضخم، لأن ارتفاع التضخم قد يعثر النمو الاقتصادي، وهنا سبب التوقعات بحسب عدة جهات أذكر أيضا منها CME Group التي تشير لاحتمال توقعات رفع الفائدة، بل إن هنالك توقعات صدرت مؤخرا من دانسكي بانك أشار الخبراء فيه إلى أن هنالك احتمالية برفع الفائدة بشكل مكثف هذه السنة بمقدار 200 نقطة أساس من هذه اللحظة وحتى نهاية هذه السنة، مما يشير إلى أن محضر اجتماع الفدرال قد يشير إلى هذا الرفع بالفائدة. نعم سيد نزار، عندما يرفع الفدرالي الفائدة بهذا الحجم الذي ذكرت، ونتحدث عن 50 نقطة أساس بالوقت الحالي أو من المتوقع أن يتم رفعها بالوقت الحالي، وأيضا أن تستمر الارتفاعات حتى تصل إلى 200 نقطة أي 2% تقريبا، هذا يؤثر على سوق الذهب وأيضا البورصة كذلك؟
بالتأكيد أسعار الذهب تتأثر وبشدة في توجهات البنوك المركزية عامة والفيدرالي الأمريكي بشكل خاص، فرفع الفائدة في العادة يحد من الاتجاهات الصاعدة للذهب، وكما شاهدنا أسعار الذهب ارتفعت ووصلت هذا اليوم لمستويات قريبة من 1879 دولار للأونصة الواحدة في تداولات الأسواق المالية العالمية، لكن انخفضت قليلا. الآن لولا توقعات رفع الفائدة لشهدنا أسعار ذهب فوق 1900 دولار للأونصة بفعل التوترات الجيوسياسية، لكن توقعات رفع الفائدة هي من تحد من مكاسب المعدن الثمين هذا. من ناحية أخرى، التضخم المرتفع جدا يرفع بالعادة من أسعار الذهب باعتبار الذهب هو التحول وأداة تغطية مخاطر التضخم، لكن مع توقعات رفع الفائدة هنالك أيضا توقعات ببعض الانخفاض في التضخم مما قد يقلل من جاذبية المعدن الثمين، لكن في الوقت الراهن المعدن الثمين يتأثر بشكل أكبر بالتوترات الجيوسياسية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.